بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الجنرال اكزامينيشن. انا اي سيمتوم انا بسمعها من العيان هيبقى اللوكال اكزامينيشن. اللوكال اكزامينيشن بتاع السيستم ده، يعني فرضا عيان بيشتكي من ابدومينال بين، هيبقى اللوكال اكزامينيشن بتاع الابدومين. ما باقي السيستم كلها هتخش تحت الجنرال اكزامينيشن. انا عندي جنرال اوف جنرال اكزامينيشن، وفرضا لو انا بتكلم زي المثال اللي احنا مدينه على ان العيان ده سيمتوم ابدومين، فهعمل له لوكال اكزامينيشن ابدومين، هيبقى الكاردياك والشيست والنيورولوجيكال اكزامينيشن والماسكولوسكليتال دول بقوا تبع الجنرال اكزامينيشن. تمام كده؟ ايه الغرض من الجنرال اكزامينيشن؟ الاول انا داخل على العيان، المفروض ان انا ابقى فاميليار عليه، زي ما بتحاسبه في الام ار سي بي اكزامينيشن، تمام، من الزمالة البريطانية. انا لازم العين الاول يبقى مش خايف مني، ولازم اعمل معاه ريليشن شيب. يعني هخش الاول عليه اعرفه بنفسي، انا كذا جاي اعمل، جاي افحص حضرتك، تأذن لي ان انا افحص حضرتك كده، يبقى العين فاميليار معايا. وبدي الاول العيان جنرال لوك. يعني ايه جنرال لوك؟ ببص على الابيرنس بتاعه، شكله عامل ايه، قاعد البوزيشن بتاعه في السرير قاعد ازاي، الكوميونيكيشن في الاول بيكوميونيكيت معايا ولا مش بيعمل كوميونيكيشن، فاحكم منه كده على البيهيفير، على المود، تمام، على الابيرنس بتاعه، على البوزيشن بتاعه في البيت كجنرال لوك. انا احنا اللي بنقدر نعمله، انا ببص على العيان، ممكن اعمل انسبكشن لاي حاجه انا عايز ابص عليها، ممكن الحاجه اللي انا شايفها دي اعمل لها بالبيشن، لو ينفع لها بركشن هعمل بركشن واوسكالتيشن، تمام، واحاول اسس الفانكشن بتاعت اي اورجان انا بحاول اعمل له اسسمنت. تمام. طيب انا لما باجي ابص على العيان ببص على كل حاجه، مش هسيب حته. المفروض يعني فرضا كمثال انا ببص مثلا على الـ على الـ على الهيد، تمام، الهيد دي فيها فيس وفيها كرينيوم. الفيس ببص على الفيس كله انديفيدوال اورجان، يعني اي واير ونوز وماوس وكل حاجه. الكرينيوم ده ببص على شكل السكال شيب، تمام، بشوف فيها اي ابنورماليتي ولا لا. ببص على الهاند، ببص على الفيد، ببص على كل حته في جسم العيان. انا المفروض ان انا بكرر العيان دوت عشان الابروتش بتاع، هو العيان ده اصلا ويل ولا ايل، يعني العيان ده سيك ولا العيان ده هيلسي، تمام، العيان دوت اوير للسراوندنج ولا لا، يعني العيان ده واعي ولا لا، العيان ده بيكومينيكيت ولا لا. لو مش بيكومينيكيت انا كده بحكم على البيهيفير ده كجنرال لوك. طب انا لما باجي بحكم على العيان كجنرال اكزامينيشن عندي ايتمز، اول حاجه فيها الجنرال لوك والجنرال ابيرنس، العيان ده شكله زي ما كنا بنتكلم. بعد كده عندي حاجه اسمها الاوفر فيو، الاوفر فيو ده تحتيه بيلت ودوكيوبيتاس ومنتال فانكشن، تمام، وبعد كده عندي فيشز وكومبليكشن، وبعد كده عندي فايتال ساينز، وبعد كده ببص على الابر ليمب وعلى اللور ليمب، يعني البيلت ودوكيوبيتاس ومنتال فانكشن، تمام، وبعدين ببص على الفايتال ساينز، بلاد بريشر وريسبيريشن وتمبريتشر وريسبيراتوري ريت، وببص على فيشز وببص على كومبليكشن، ببص على الابر ليمب، ببص على اللور ليمب، وبشوف بحاول اشوف الليمف نود. وينفع اي حاجه بقى زي ما اتفقناش، مش اللوكال اكزامينشن بتاع السيمتوم اوف كومبلين، ينفع يبقى جنرال اكزامينشن. طب بالنسبه للجنرال كونديشن والجنرال ابيرنس، جنرال العيان ده ال او توكسيك، يعني الجنرال كونديشن بتاعته كويسه فبقى عنده جود. طب العيان ده ممكن يكون توكسيك وباد وكشكتك في السرير وقاعد ريكومبنت ما بيتحركش خالص، فده بقى باد جنرال كونديشن. العيان شكله ما نرش، العيان السكين بتاعه دراي، العيان باين ان هو ده هيدريتد، العيان باين ان هو توكسيك وعنده انفكشن، ده باد جنرال كونديشن. او ممكن يكون انا لا عارف احكم هو كويس ولا وحش، فدي اسمها فير جنرال كونديشن، تمام. العيان ده ممكن يكون ما نرش والسكين ترجر بتاعه افكتد، والعيان ده دراي، والعيان شكله كشكتك، ممكن يكون عنده انفكشن كورونيك او مالجنس، فالعيان ده بقى كشكتك. ممكن يكون شكل العام شكله انفانتايل، زي العيان اللي هم عندهم مشكلة على مستوى الجروس هرمون اللي هو البيتوتري دوارفيزم، تمام، شكله انفانتايل لسه اكنه صغير في السن. بالنسبة للمنتال ستيت، احنا في دي باجة المفروض بنحفظها: The patient is fully conscious, well oriented time, place and person, average build, average mood and memory and intelligence, lies comfortable in bed. تي دي باجة المفروض ان فيه سكور اسمه ميني مينتال سكور، بحكم فيه على الهاير برين فانكشن وعلى الكونشس ليفل وعلى المود وعلى الميموري وعلى البيهيفير. ده سكور من 30، المفروض العيان اللي هو الكويس خالص بياخد 30 من 30. احنا السكور دي ما بتبقى شيت كامل، انا بقعد اسال العيان وعلى اساس الاجابات بقيم العيان. فانا بحكم على كونشسنس، بحكم على اورينتيشن. كونشسنس يعني درجه الوعي بتاعه، العيان ده واعي فايق كويس بيكوميونيكيت بيوبي الاوردر خلاص. طب العيان دوت نايمان شويه
مش بيأوبي الاوردر لكن بيستجيب للبينفول ستيمولاي او الساوند العالي ده عن ليثارجيك شويه. طب بعد كده العيان ده نايمان خالص ما بيستجيبش للساوند لكن ممكن يستجيب للبينفول ستيمولاي ده عيان ستيوبر. طب العيان ديب كوما ما بيستجيبش لاي حاجه ولا حتى البينفول ستيمولاي يبقى خلاص ده العيان ايه في ديب كوما. طب اورينتيشن، اورينتيشن يعني تايم، يعني العيان ده واعي او اورينتد للتايم بليس وبيرسون. فانا بساله انت مين، انت مين، احنا الصبح ولا بالليل، المكان اللي احنا فيه مين، مين اللي حواليك دول. تمام ده يبقى كونشسنس وايه واورينتيشن. بحكم بقى على المود وميموري وبيهيفير وانتليجنس. طالما العيان بيتكلم معايا كويس خلاص هيبقى كويس. انا ما ينفعش اقول العيان ده افرج انتليجنس، كلنا افرج معظم الناس تمام، لكن المود هو بيكومينيكيت معايا ولا لا. العيان ده ديبريسد مود، عنده افورك هايك وعمال يتحرك ويعمل تصرفات غريبه ولا بيرد بالعافيه ومش قادر، ده ديبريسد مود. البيهيفير اجريسيف بيهيفير، يعني هو بيرد عليا كويس ولا بيتعمد ان هو ما يردش. تمام ده الحكم على الميني مينتال ستيت، على المينتال، من مينتال ستيت بالميني مينتال ستيت سكور ده الموست اكوريت. لكن انا الدباجه اللي احنا قلناها في الاول دي مفترض ان العيانين اللي انا بتكلم معاهم كلهم يبقوا كده. بعد كده لما نيجي نتكلم على البيلت، العيان ده ممكن يكون اوفر بيلت او افريج بيلت او انتر بيلت. اوفر بيلت يعني هايبر سينيك او هايبوسينيك او افريج او ايزوسينيك، ده من ناحيه البيلت. طب البيلت دي انا بحكم عليها عن طريق الويت والهايت، او ممكن احسبها عن طريق البودي ماس اندكس اللي هو الويت على الهايت على مربع الهايت بالمتر. تمام المفروض الرقم يطلع نورمالي من 18 لحد 25، وبعد كده هنتكلم بقى على كل ابنورمالي. طيب لو انا لقيت البودي ماس اندكس دي اقل من 18 عند اسمه اندر بيلت. طب من فوق من 30 لحد 40 ده دي اوبستي، طب فوق 40 دي موربد اوبستي. طب الاوفر ويت اللي هو من 25 لحد 30. تمام انا عندي بالنسبه للهايت انا عندي اسبان، تمام هايت وسبان. ايه الهايت ده؟ يعني طول العيان من اول الاكس من راسه لفوق لحد الهيلز. الهايت ده بيتقسم لحاجتين، ابر سيجمنت ولور سيجمنت. الابر سيجمنت من الاكسبت لحد سيمفيز يوبز، ومن سيمفيز يوبز لحد الفلور ده اللور سيجمنت. تمام يبقى انا ممكن احسب الابر سيجمنت بتساوي الهايت ناقص اللور سيجمنت. تمام طب اللزبان هخلي العين يفرد ايديه الاثنين او ستريتشد هاندد، واحسب المسافه ما بين الثيرد فينجر من التب بتاع الثيرد فينجر على ناحيتين. المفروض اللزبان يساوي الهايت، ما يبقاش فيهم ايه ديفرنس. طب يعني ايه اوبستي؟ يعني احنا قلنا اوبيز احنا اوفر ويت من 25 ل 30، اوبستي من 30 فيما فوق لحد 40 اكتر عندها موربد اوبستي. طب الاوبستي دي بتحصل ليه؟ الاكيوميليشن والفات في السبكوتينس تيشو، في السبكوتينس والديب تيشو، والبودي ماس انزس يبقى اكتر ايه من 30. يبقى احنا كده عرفنا ايه البيلت. طب هو انا ممكن احسب الاوبستي دي عن طريق ان انا اقيس السكين فوق حاجتين، السكين فولد سيكنس، السكين فولد سيكنس في اللاتر اسبك بتاعت الارم من 9 من 10 1.1 من 10، وفي الابدومين 1.5، وفي الباتوب من 1.5 ل 2.5. طب في طريقه ثانيه وهي الموست اكروت واللي هي الدبليو اتش او بتعتمد عليها اللي هي الويست هيب سيركمفرنس، في الميل 8 من 10، في الفيميل لحد 9 من 10. ده بحكم بيه على الفيسرا الاوبستي، الفات اللي بيتكون في الابدومين. احنا عندنا الفات ده وايت فات وبراون فات. البراون فات ده الكويس، الوايت فات ده الوحش. عاده الفات اللي هو بيساعد ان معانا ده لايبل للاثيروسكلروتيك كارديو فاسكولار ديزيز هو الايه الفيسرا الاوبستي اللي بتحصل في الترانك. فالويست اللي شكلها ابل شيبد اوبستي والويست هيب سيركمفرنس عالي، تمام هو ده العين اللي لايبل للكارديو فاسكولار كومبليكيشن. طب ايه هي اسباب الاوبستي؟ الاوبستي سيمبلي انا عندي حاجه اسمها سيمبل اوبستي وسكند اوبستي. السيمبل اوبستي ديت الفاميليال او ريشال، يعني العيله كلها كده تمام، الديستريبيوشن بتاع الفات بتاعهم فيه مشاكل، فده عاده مش اندوكراينال ديزيز. تمام الاوبستي دي هي انرجي اكسبندتشر، يعني الفرق ما بين الانرجي اللي انا باخدها انتيك وما بين اللوس. لو الانتيك اكتر من اللوس فبالتالي انا هتخن، هخزن. على فكره عشان الواحد يتخن كيلو محتاج ياكل 7000 سعر ازيد من العادي بتاعه. تمام طيب عاده الاوبستي لو لقيت فيها مشكله الهايت والسبان او الابر سيجمنت واللور سيجمنت عاده ده يبقى اندوكراينال ديزيز. تمام فالاوبستي اللي مش سيمبل اللي هي مش فاميليال لازم ادور على اندوكرينال ديزيز. ايه اهم اندوكرينال ديزيز؟ اي مشكله على مستوى الثايرويد سواء برايمر هايبوثايرويديزم يعني او سكند ريبس اللي عنده بان هايبوبيتوتريزم، او اللي عنده هايبوثالاموك سندروم اللي هو لورنس مون بيدل سندروم، او في الايه فرولوك سندروم. ماشي
دول يبقى حاجه على المسار البيتوتري او الهايبوثالامس او ايه الثايرويد سواء برايمري او سكندري. بعد كده اهم حاجه طبعا لو الكورتيزون بزياده اللي هو كوشك سندروم او العيان بياخد استرويد من ايه من بره. طب امتى بقى العكس يحصل يعني يجي له اندر ويت؟ الاول هنفرق ما بين حاجتين، هو العيان ده بياكل كويس وبيخس ده ديزيز، ولا العيان ده اصلا ما بياكلش كويس طبيعي ان انا ما بدخلش انتيك كويس فطبيعي ان انا اخس. يبقى الديزيز اللي احنا بندور عليه لو عيان بياكل كويس وبيخس. طب ايه السيجنيفيكانت ويت لوس؟ اكتر من 10% من الوزن في خلال 6 شهور او من 5 ل 10% في خلال سنه. تمام. طيب امتى افكر في ديزيز؟ اول حاجه في حاجات انوريكزيا نيرفوزا وبوليميا، يعني في اللي هو سدة النفس النفسيه، او العام بوليميا يعني عيان بياكل وخايف من الوزن زياده فيقوم يحط صباعه في بقه فيقوم يرجع. بعد كده المال نوتريشن والمال ابزوربشن، عنده مشكله على مستوى الابزوربشن على مستوى الجي اي تي، او بارازيتك انفستيشن، واهم ديزيز لازم ادور عليهم اللي هم الثايرويد والدايابيتس. طب بعد كده في كرونيك انفكشن مثلا زي التي بي، او العيان عنده اندرلاينج مالجنسي، دول اسباب الايه الويت لوس. طب انا لقيت واحد الهايت بتاعه قليل، يعني العيان دوت دوارف، الدوارف المتسبيز احنا بنكبر ليه؟ انا محتاج هرمونز ومحتاج بون يكون كويس ومحتاج جينز تكون كويسه ومحتاج نوتريشن تكون كويسه. فلو انا عنده كرونيك ديبليتيتنج ديزيز سينس شايلد هود في اي سيستم، يعني عنده مثلا هارت روماتيك هارت ديزيز وادفانس، عنده بالنسبه للشيست كرونيك شيست بروبلم، عنده على مستوى الجي تي مال ابزوربشن، عنده يطلع الدوارف، لان وقت ما كان محتاج النيوتريشن النيوتريشن كويس كان هو ما نرج عشان عنده كرونيك ديبليتنج ديزيز فمبقاش نمو كويس. طب العيان لو عنده مشكله على مستوى الجينيتك، العيان الداون والترنال اللي عندهم عاده دول قصيرين، طب انا محتاج البون يكون كويس. لو عندي اي سكليتر ديفورماتيز سكليتر ابنورماليتي زي مثلا اوستوجينس امبرفكتا، تمام، العيان ده هيطلع قصير، تمام، او اكوندروبليزيا. طيب على مستوى الاندوكراين انا محتاج الهرمونز اللي هم انابوليك هرمون، يعني الانسولين ده انابوليك، فالعيان اللي هيجيله دايابيتس سنه صغير عاده لو في سن صغير الجروث بتاعه يبقى فيه مشاكل. الثايرويد مهمه، طب العيان بقى كيراتينيزم او عنده هايبوثايرويديزم سن تشايلد هود مش هيكبر كويس، العيان الادسون مش هيكبر كويس، عن الانتي انسولين طالعين كتير يعني الكورتيزون بزياده، فالعيان ده لو جاله في سن صغير مش البوم بتاعه مش هيكبر كويس. يبقى انا عندي حاجات اندوكراينال، حاجات سكليتال، حاجات على مستوى الجينيتك، والكرونيك ديبليتين جديد سنس شايل لود. اهم حاجه في الابروتش لاي ابنورمال سواء في الهايت ان انا اشوف البروبورشن، يعني اشوف الزبان للهايت والابر سيجمنت واللور سيجمنت. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي بالنسبه للدورفيزم، العين ده بيبقى ديسبروبورشن، يعني الابر سيجمنت تختلف عن اللور سيجمنت، الزبان يختلف عن الهايت. لو لقيت الزبان زي الهايت وابر سيجمنت زي اللور سيجمنت والعين قصير، عدد ده ممكن يكون ريشال او فاميلي. طب لو جينا نتكلم على جايجانتيزم اللي هو عكس الدورفيزم، انا العكس الـ 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 الهرمونز اللي بتخليني اقفل العظم بسرعه مثلا زي الاندرو السكس هرمونز، لو حصل لهم ديفيشنسي، اللي عندك كان عنده هايبوجوناديزم، اللي عنده هيكبر دول كانوا بيسموه الانوخونيزم، تمام، او لو الجروس هرمون زاد، احنا لو في بيتوتري دوارفيزم ان الجروس هرمون انفانتايل ما بيطلعش فبتاع ده بشكل انفانتايل شكله صغير، طب لو الجروس هرمون ده زاد قبل اليونيون بتاع الافيس بيعمل جايجانتيزم، طب بعد اليونيون بتاع الافيس بتعمل اكروميجالي، تمام. طب الكلام فلتر والمارفان دول عينين طول شكلهم طويل، الهايبر هوموسيستينيميا دي اسباب ايه الجايجانتيزم. وفي بقى في سيريبرال جايجانتيزم ده لقوا عيانين ما عندهمش اي مشكله هرمونا لكن شكله سندروميك بس سيريبرال جايجانتيزم كده. بقى احنا خلصنا البلت. طب لو كنا نتكلم على الديكوبيتس، يعني ايه ديكوبيتس؟ يعني البوزيشن بتاع البيشنت في البيد. اول ديكوبيتس ممكن نتكلم عليه لو العيان اورثوبنيك. يعني ايه اورثوبنيك؟ يعني العيان قاعد سيمي سيتنج في البيت. انا امتى الواحد يقعد سيمي سيتنج؟ لو العيان ده فرضا عنده ليفت سايد هارت فيلير، العيان عنده ليفت سايد هارت فيلير بيبقى فيه بالمونري كونجيشن، فالعيان لو نام على ظهره يحصل له ديسنيا فيقوم رافع نفسه شويه. طب ايه الديفرنشال تاني غير كده؟ لو انا عندي بايلاترال اكستنسيف بيزل ديزيز، يعني عنده برونكايتس، عنده مش عارف ينام على ظهره كويس. لو انا عنده بايلاترال ايبيكال بولي، يعني لو الايبكس بتاع اللنج فيه مشاكل، لو نام الايبكس محتاج اريشن، لو نام على ظهره والايبكس اصلا فيه مشكله فالاريشن مش هيبقى كويس، فالعيان ده ما عرفش ينام على ظهره. اللي انا عنده بريكارديال ديزيز، دي بيسموها بره محمد برير بوزيشن، يعني واحد بينام مايل لقدام، طبعا الاسم ده مش مريح شويه لكن في البريكارديال افيوجن ممكن يعمل كده. العيان اللي عنده تنس اسايتس ممكن يبقى قاعد اورثوبنيك. العيان اللي عنده بنكرياتيتس بيجيله بجاستريك بين اللي بيسمع في الباك فما يعرفش ينام على دار فممكن يقعد سيمي سيتنج، دي اسباب ايه الاورثوبنيا، تمام.
طب الحاجه المميزه اللي في سهر هارت فيلير، العيان ده عنده بي ان دي باروكسيزمال نوكتورنال ديسني، يعني العيان يقوم على كرش نفس من النوم، الباقي لا. طب يعني ايه تريبوبنيا؟ تريبوبنيا يعني ديسنيا اون لاينج اون وان سايد، يعني واحد لما بينام على جنب بيجيله كرشه نفس، تمام. طيب لو انا فرضا عندي ديزيز على ناحيه، تمام، لو نمت على الناحيه التانية اللي مش ديزيز، هعمل الناحيه اللي انا مش نايم عليها دي بعمل لها ريستريكشن اصلا. فعاده العيان بيحب ينام لو عنده يوناتر شيست ديزيز، يحب ينام على الناحيه الافكتد عشان الناحيه التانية تبقى فري للموبايل فيعرف يتحرك، لكن لو نام على الناحيه التانية وعمل لها ريستريكشن الديسنيا تزيد، يعني يجيله كرشه نفس اكتر. طيب فالعيان بيحب ينام على الافكتد سايد، عنده نمونيا هينام على الافكتد سايد، عنده برون افيوجن هينام على الافكتد سايد، ما عدا العيان اللي عنده لونج ابسس. العيان اللي عنده لونج ابسس يحب ينام على الناحيه التانيه عشان البلغم يخرج، تمام، لان البص بيعمل اريتيشن للحته الهيلثي اللي موجوده جوه الابس فيعرف يكح، لكن لو نام على نفس الناحيه كحته هتبقى قليله، تمام. طيب بالنسبه للعيان مثلا فرضا عنده مننجايتس، عنده هايبر اكستنشن للني وللنك، تمام، فالعيان عنده هايبر ايه، هايبر اكستنشن. في بوزيشن مميز قوي للعيان اللي عنده بيروتونايتس، العيان اللي عنده بيروتونايتس عايز الحركه بتزود البين، فالعيان ده يبقى قاعد نايم ريكومبنت فلاسيد، يعني مش عايز يتحرك وحاطط ايده جنبه، يبقى كويت خالص عشان اي حركه بتزود له البين، ده العيان اللي عنده بيروتونايتس. طب في عيان تاني، احنا قلنا في عيان يستريح لما يرفع نفسه، طب في عيان بيجيله ديسنيا وهو قاعد في الابرايت بوزيشن ويستريح لما يبقى ريكومبنت، يعني نايم على ظهره، اسمها بلاتيبنيا في الهيباتو بالمونري سيندروم، عشان الشنتنج بتاع من السيستميك بريشر بيعلى في البالمونري، يعني فبيحصل شنتنج من البالمونري على ايه اللي هيباتيك، ده هيباتو بالمونري سيندروم اسمها بلاتيبنيا. ديسنيا انكريزد في العين في الابر رايت بوزيشن، امبروفد وهو لما ينام فلات، عكس الارثوبنيا. طيب بعد كده هنتكلم على الفيشز، يعني ايه فيشز؟ يعني ابنورمال فيشال اكسبريشن، تمام، او فيشال ابيرنس، يعني العين ده شكل الفيس بتاعه اولا بيكولير، يعني غريب شويه وابنورمال، تمام. فرضا مثلا عنده باركنسونيزم، العين عنده باركنسونيزم ده ما عندوش فيشال رياكشن، بيبقى ماسك لايك. العين اللي عنده هايبوثايروديزم يبقى باستيك لوك، يعني باصص لك ومش مركز معاك شويه كانه ديزد او تايه كده. العين هايبر ثايروديزم ده عيان عرقان وستيرنج لوك وريستلسنس، عمال يتحرك على طول. العين عنده اكروميجالي ده ايه بلايك، يعني شكله وشه شبه شويه المونكي. العين عنده كونجينيتال سيفلس، عنده سكوير لاك هيد، يعني شكل الهيد بتاعته سكوير. العين يوريميك ده ايرسي لوك، تمام. العين المايوباسيك فيس عنده فيشال اكسبريشن مفيش خالص، العين ده عنده مايوباسي، تمام. ففي حاجات بتدل على وجود، زي فرضا لقيت عنده فيشال بولس، لقيت عنده هورن سندروم، ده انا عارف ان العين ده عنده شكل الفيس بتاعه بيقول ان عنده سي ان اس ديزيز، فانا الفيس دي ابنورمال فيشال ابيرنس وممكن تكون بيكيولر. في حاجه مثلا اسمها الفن فيشز، ان التشن بتاعت الفيس تبقى مدببه وخارجه لبره، شكل وش القمر كده، زي الكرتون كده، ده معاه مشهور قوي كونجنتال اورتيك ستينوز. ففي حاجات بتوجهني الداون سندروم، الداون شكله مميز، تمام، اللي هو البيشنت المونجول داون سندروم، تمام. فدي ابنورمال فيشز. يبقى الفيشز اللي احنا اتكلمنا عليها دي في كاركترستيك فيتشر في شكل الفيس، بتبقى سبيسيفيك فيشال فيتشر. السبيسيفيك فيشال فيتشر دي انا ممكن لما اشوفها اعمل سبوت دياجنوز واعرف الدياجنوز بتاع العين دوت ايه. يبقى الفيشز المهمه اللي احنا اتكلمنا عليها، العين بتاع المكسيديما، العين بتاع الباركنسونيزم، العين بتاع الهايبر ثايروديزم، العين المرفان لشكل معين في الفيس والبلد، تمام، العين المايوسينيك، العين في حاجه اسمها هيبوكراتيك فيس اللي هو العين الكاشيكتك خالص، عين المنارج، تمام، العين الاكروميجالي، العين الكوشنج. دي الحاجات الفيشز المميز، تمام. احنا بنعرض صور دلوقتي للابنورمال فيشز، بس يعني كل حاجه وليها شكل مميز. دي مثلا صورة العين اللي هو الاكروميجري. الاكروميجري ده ايه اللي حصل فيه؟ يعني جروس هرمون بيزيد. طب الجروس هرمون بيزيد ده بيعمل جروس للبون والسوفت تيشو، فالاير تكبر، النوز تكبر، اللبس تكبر، التانج يكبر، كل حاجه فيه بتكبر، النيزل بريدجز تبقى زياده، العين ده بيبقى شكل السكن بتاعه جريزي، يعني عرقان، لان سويت جلاند حصل فيها
هايبرتروفي، الصوديوم بيبقى بزيادة في العينين دول، فالعين ده بيبقى عنده سويتنج. شكل الفيس ايب لايك فيس، والهاند سبيد لايك، الهاند بتبقى كبيرة. أول علامة يعرف إن هو مثلا بيلبس خواتم، فيلاقي الخواتم بقت ضيقة عليه. ده شكل الأكروميجالي. دي بيج تشارت بتوضح الفرق ما بين النورمال هاند وبين الأكروميجاليك هاند. احنا زي ما اتفقنا كل الهاند كل ال التشو بيكبر، بون وسوفت تشو، فالهاند هتبقى كبيرة وسوفت تشو بتاعها كتير، ولو في مثلا عن بيلبس خواتم الخاتم هتبقى عليه ضيقة. عندي بيحصل حاجة اسمها مشروم هيد بتاع الديستال فارنكس، طبعا دي ما بانتش غير في الاكس راي. كان زمان يقول لك حط العين في ميه، لو ايد العين في ميه الميه هتطفو وتخرج بره الكوبايه بسرعه، تمام؟ فاسمها سبيد لايك هاند، يعني ايده بتبقى كبيره جنبه ومدلدله كانها شكل السبيد كده. دي بيكشر بتوضح شكل الداون سندروم. انتوا لما تشوفوه مره هتبقوا عارفينه خالص. الداون ده معروف يعني فاين سيلكي هير، لو سيتد اير، لو سيتد نوز، في وايد سيباريشن ما بين الاثنين اي، في ويبنج اوف ذا نيك، تمام؟ فشكل الفيش بتاعت الداون سندروم مميزه، ماشي؟ بيبقى عنده برومننت ماجزيلا، فالحاجات دي مميزه في الداون ايه سندروم. ده شكل الكوشنج فيس او الكوشنويد. كوشنج ده بيبقى مون لايك، يعني شكل الفيس بتاعه راوندد وفي بليسورا وريد وفي اكني وانكريز هيرشوتيزم، تمام؟ فده شكل الفيس اسمه مون فيس. ده شكل العين السيروتوكسيك والعين المكسديمة. العين السيروتوكسيك، العين السيروتوكسيك بيبقى عنده ستيرنج لوك ولوس اوف كورجيشن في الفور هيد، ويبقى الاي براو اليفيتد لفوق، بيبقى الوان سيرد بتاع الاي ليد مش مغطي الوان بتاع الابر وان سيرد بتاع الكورنيا، تمام؟ العين ده عنده اي ساينز كتير، ستيل باك ساين، ليدوك ساين، يعني في شويه ساينز كتير في الاي عن طريق عن ايه السيروتوكسيك. لكن عن المكسدين ما بيبقى عن شكله بافي شويه، عنده اي بافنس، كورسي فيتشر، نوز كبيره شويه، عكس العين المكسدين. دي صوره بتوضح العين ده هو عنده باركنسونيزم، بيبقى ماسك لايك فيس، ما عنده في اكسبريشنلس فيس. العين ده بيبقى جوريلا لايك اتيتيود، يعني ماشي بيفتح، يعني فتح رجله شويه عشان ما يقعش، بيحصل بروبالشن يعني ممكن يمشي يتكعبل لحد قدام، شورت ستيبج يعني بيمشي خطوات بطيئة وبيزحف، تمام؟ وماشي موطي لقدام شوية، ده اسمه جوريلا لايك بوزيشن بتاع الباركنسونيزم. لو جينا نتكلم على الكومبليكشن هنتكلم على البالور والساينوزز والجونز، بعد كده الفيتال ساينز، التسمة للبلس والبلاد بريشر والتمبريتشر والريسبيراتوري ريت. البودي ماس اندكس ممكن اعتبرها اكتبها بعد الفيتال ساينز، وممكن اكتبها قبلها، والافضل تتكتب قبلها. طيب انا الفيتال ساينز دي ده الابروتش بتاعي بتاع العيان، يعني انا بدخل على العيان عشان اعرف هو اصلا كويس ولا لا. لازم كل دول يبقوا كويسين، لو دول فيهم مشاكل يبقى العيان ده يبقى انويل، وبالتالي لازم الادميشن ممكن يتغير، بدل ما يبقى ادميتد في الورد يبقى ادميتد ايه في اي سي يو. دي سلايد بتوضح الجنرال اكزامينشن ك ك ك ك ايتمز. انا عندي فيتال ساينز اللي قلنا زي ما اتفقنا عليهم الاربعه، تمبريتشر، بالس، بلاد بريشر، ريسبيراتوري ريت. عندي الجنرال اوفر فيو لو احنا هنقسمه بحاجات تسهل الايه ده ابيرنس، البي دي بيلت، سي دي كونشسنس، الدي دي كولر او السي كولر، الدي دي كيوبيتاس، الاي اكسبريشن. وبعد كده ببص على الهيد والنيك، ببص على الابر ليمب، ببص على اللور ليمب، واي سيستم زي ما اتفقنا تاني هو لوكال اكزامينشن، هو جنرال اكزامينشن ما عدا السيستم بتاع الكومبلين، دي هي اللوكال اكزامينشن. لو جينا هنتكلم على اول حاجه في الفيتال ساينز بنتكلم على التمبريتشر. انا عندي اتنين ميثود ان انا بقيس بيهم التمبريتشر، زي ما احنا عارفين ممكن احطها في الاكزيلا اللي هو عن طريق السيرفيس بتاع السكن. طب ده احنا السكن بيعمل لوزنج للتمبريتشر مع الوقت، فبالتالي ان درجه الحراره دي هتطلع اقل من المتوقع. طب ايه احسن كور احسن تمبريتشر لبسها في الكور؟ يكون كور تمبريتشر بسها في اي كافيتي او اليومن، يعني ريكتال او عن طريق ايه الماوس. طب الكور تمبريتشر دي عاده بتبقى اعلى من السيرفيس تمبريتشر من نص ل 2 ديجري، لو الفرق جامد اكتر من كده لا يبقى السكن ده مش رايح له بلاد سبلاي كويس، فبيبقى فيه بور سكين بيرفيوجن في اي عين عنده شك لاي سبب. طب احسن طريقه اللي هي عن طريق التمباناتيك، عن طريق الاير درام او عن طريق الاسوفجيال بروب. طب التمبريتشر النورمالي من كام؟ من 36.5 ل 37.2 ديجري سنتيجريد، تمام؟ طيب لو انا بقيس اكزيلاري هزود نص درجه، طب انا لو انا بقيس ريكتال هطرح نص درجه.
انا عندي نورمال ديورنال فاريشن، يعني التمبريتشر دي بتختلف على حسب اليوم. في درجة حرارة بتزيد عادة من بعد الساعة 4 لحد الساعة 9 بالليل، فدرجة الحرارة ممكن تزيد لحد نص، يعني يبقى من لحد 37 و7 من 10، والفاريشن ده ممكن يكون في 1 ديجري سنتجريد. طيب هل في علاقة بين التمبريتشر والهارت ريت؟ اه، كل درجة حرارة زيادة بيزود الهارت ريت من 10 ل 15. لو الهارت ريت زاد اكتر من كده ده اسمه ديس بروبورشن تاكيكارديا، يعني تاكيكارديا ضربات قلب زيادة مش بروبورشن، يعني مش متماشية مع زيادة درجة الحرارة. دي بتحصل في السيروتوكسيكوز او في الكاردايتس. طب التمبريتشر دي بتعمل ايه؟ بتعمل ديبولاريزيشن للاس اللي اكشن بوتنشال بتاع الاس اي نود، فبالتالي بيبقى فيه رابيد ديبولاريزيشن، فبالتالي الهارت ريت هيزيد. طيب انا بقيس الحراره دي ازاي؟ الاول الثرمومتر بتاعي لازم اعمل له بوزيشن في الكحول 70% على الاقل 20 مينتس، تمام. هحط الثرمومتر ده في الماوس او في الاجزيلا او في الرقم، اقل حاجه 3 دقائق لازم يكون في الماوس، لازم يكفر بالتانج. الاجزيلا هقفل عليه او في الجروين او في الرقم برضو 3 دقائق، ده في الترمومترات القديمه. لكن في الحديثه ممكن اقعد دقيقه واحده، تمام. في الاجزيلا هطرح نص درجه، في الريكتم في الاجزيلا هزود نص درجه، في الريكتم هطرح نص درجه. طب هي النورمال تمبريتشر كام؟ زي ما اتفقنا من 36 ونص ل 37 و2 من 10، او من 36 و8 من 10 زائد او ناقص 4 من 10. طب احنا زي ما اتفقنا قلنا ان عندنا ديورنال فاريشن، فدرجه الحراره ممكن توصل ل 37 و7 من 10 ده بالليل، عاده من 4 ل 9. طب يعني ايه هايبوثيرميا؟ يعني درجه حراره اقل من 35. يفضل ان انا اكون قايسها طبعا كور تمبريتشر ريكتال، يعني طبعا الثرمومتر العاديه ما بتجيبش درجه الحراره دي، ففي حاجه اسمها سيرمو كابل او سيرمو ستور، ده احسن حاجه بيجيبها. طيب الهايبر بايركس يعني درجه اكتر من 41 و2 من 10، تمام. الهايبر بايركس دي ديفرنشال دياجنوز، يعني سيروتوكسيك كرايسيس، هيموليتيك كرايسيس، رابدوميوليسيس، هيت ستروك، سان ستروك، تمام، او مننجايتس او انكفاليتس، ففيها حاجات معينه. طبعا اللور اوسوفيجيال تمبريتشر دي الكلوزلي بترفلكت الكور تمبريتشر. طب امتى ممكن تبقى فاكتيشس؟ دي حاجه لازم اخد بالي منها. لو فرضا هي حاجه ممكن تكون سيمبل بس لازم اخد بالي، بمعنى العين شارب مثلا فرضا مشروب دافي قبل ما يقيس الحراره، وحط له الترمومتر على طول هيجيب درجه حراره اللي لسه ما حصلهاش ريزوليوشن، فلازم اخد بالي من الحكايه دي. لو في تايبس بتاعت الفيفر، ايه التايبس بتاعت الفيفر؟ عندي فيفر ساستيند فيفر، يعني الديلي فلكتويشن ما بيعديش 1 ديجري سنتجريد، فهي فيفر كونتينوس عاده، دي مع سيبس او جرام نيجاتيف انفكشن او سي ان اس انفكشن. طب يعني ايه ريميتنت وانترميتنت؟ ريميتنت يعني درجه الحراره بتعلى وتنزل، الفلكتويشن ده بيعدي درجه لكن ما بينزلش للنورمال. طب انترميتنت الفلكتويشن ده ممكن يوصل لحد 2 ديجري ما فيش مشكله، لكن ان درجه حراره بتبقى بيريود عاليه وبيريود تنزل للنورمال، اسمها هيكتيك، تمام. طب سايكليك يعني ايه؟ يعني ايام فيها حراره وايام ما فيهاش. دي احسن مثال ليها الانفكشوس مونوكلوز والملاريا والليمفوما اللي هي بالابشتاين فيفر، تمام. لو جينا نتكلم عن الكوز بتاعت الهايبوثيرميا، الكوز بتاعت الهايبوثيرميا يعني كولد ويزر او بان هايبوبيتيوتاريزم او اهميكسيديما او اديسون. طب الكوز بتاعت الهايبرثيرميا زي ما اتفقنا، انا عندي مالجنانت هايبرثيرميا دي عاده بتحصل من اناستيزيا، عندي نيوروليبتيك مالجنانت سيروم بتحصل من الاولد ترايسايكليك اند ديبريسنت، عندي سيروتونين سيندروم، عندي مونتاين هيموريدج، عندي ستاتس ابليبتكس او هيت ستروك او سيروتوكسيك كرايسيس. اما زي ما اتفقنا ان كل درجه حراره زياده بتزود حراره من 10 ل 15. لو لقيت ان مثلا فرضا درجه حراره 38 والهارت ريت بتاع العيان ده زايد مثلا 5، لا ده دي عاده بتحصل مع التيفويد فيفر او البروسيلا او الليبتوس فيروس. طب امتى يبقى عندي تمبريتشر قليله؟ اللي هي لو انا عندي سب نورمال تمبريتشر دي من 36 ونص لحد ال 35. طب هايبوثيرما اقل من 35، امتى اقول اللي عندي هايبوثيرميك؟ لو عنده شوك او ميكسيديما او مورفين اوفر دوز او نير دراونينج. طب ايه هي الحالات اللي انا ما بعرفش اقيس فيها التمبريتشر كويس؟ بمعنى ان انا مش عارف اقيسها اورالي، فبالتالي هضطر احطها ريكتال. لو ده لو طفل صغير او العيان عنده كونفولجن او في كوما اللي مش هيقدر يفتح بقه، او عنده اي بينفول ماوس ليجن زي السر، او عنده ماوس بريسر، او عنده منتال ريتارد، ده احسن يحط على الثرمومتر فيكسره، تمام. طيب بعد كده تاني حاجه ايه؟ بعلق على البلس. طب بعلق على البلس، بحس البلس ده ازاي؟ بحط الهاند سيمي الهاند سيمي برونيتد وبالكيرفد ميدل 3 فينجرز بتوعي، هحطهم على الايه؟ على الراديال ارتري، تمام. طب انا بعمل كومنت عليه على ريت وريزم وفوليوم وسبيشال كاركتر.
في حاجات زمان زي الفورس والتنشن، بعلق على الايكواليتي يعني بحس يمين وشمال عشان اشوفهم ايكوال ولا لا، بحاول احس الوول بتاعه البلاد فيزل عشان اعرف عندي اثيروسكلروتيك ولا لا، بحس البريفرال بالسيشن، وبعلق على الكابيلاري بالسيشن. دي الحاجات اللي بعلق عليها في البلس. دي بيكتشر بتوضح شكل ايدي وشكل ايد العيان. العيان الهاند بتاعته سيمي فليكسد وسيمي برونيتد، تمام، يعني مميله شويه ناحيه الميديال سايد، وانا عامل سبورت للهاند بتاعت العين وبكيرفت ميدل ثري فينجر بحس، ولازم اعمل ايكوال على الناحيتين، لازم اشوف الناحيتين مع بعض. لو جينا نتكلم على اسباب الاترال فايبريليشن، ده خدناه كمثال للتاكيكارديا الريجولار، يعني البارس الريجولار وتاكي، تمام. ايه الموست كومن كوز؟ كان زمان الروماتيك هارت ديزيز، اول حاجه الميترال فالف ديزيز او ميترال سينوز او ميترال ريجرش، لكن الموست كومن دلوقتي الهايبر تنشن. طب في حاجات تانية؟ كونجنتال هارت ديزيز ممكن تعمل، الاسكيميك هارت ديزيز ممكن يعمل، الالكترولايت امبالانس سواء هايبوكاليميا او هايبوماغنيسيميا، العين السيروتوكسيكوز، الدراجز زي السمباس ومايميتك، في حاجات اكسترا كاردياك ممكن تعمل زي الكونستريكتيف بريكاردايتس والبالمونري امبوليزم. ده جدول بيفرق ما بين الحاجات الريجولار اكسترا سيستول يعني ضربه زياده، بتسمى ريجولار الريجولاريتي، لكن الاي اف الريجولار الريجولاريتي. اهم حاجه في الاي اف اللي هو البلس ديفيسيت، يعني ان انا الفرق ما بين الهارت بيت وما بين البريفرال بيت يكون اكتر من 10، في الاكسترا ستول اقل من 10. في الاي اف ما اعرفش اعد اربع ضربات ورا بعض، لكن اكسترا ستول ممكن اعد اربع ضربات ورا بعض، دول اهم حاجه. لو عملت اكسرسايز الاكسترا ستول تروح، لكن الاي اف يزيد. يعني ايه بلس فوليوم؟ انا المفروض عندي البلس فوليوم ده اللي بيحدده البلس بريشر. طب البلس بريشر ده اللي هو ايه الفرق ما بين السيستول والدياستول؟ المفروض ان هما الفرق لو احنا اللي احنا عارفينه الفرق 100 ضرب بريشر مثلا 120 على 80، فالفرق في حدود 40. لو البلس بريشر عالي عن اقل من ال 30 ده اسمه لو بلس بريشر، لو اكتر من ال 60 ده اسمه بيج بلس بريشر. فبالتالي البيج بلس بريشر الفرق ده هيعمل خبطه تحسس، يبقى الفوليوم بتاعها جامد لما تيجي تخبط في ايديا، تمام. ده الفوليوم، يعني الفرق ما بين السيستول والدياستول. فبالتالي الاسباب اللي هتعمل بيج بالز فوليوم الحاجات اللي هتزود سيستوليك بريشر، يعني لو انا مثلا عنده اورتيك ريرج او ثوره توكسيكوز هيبقى عنده انكريس سيستوليك بريشر. طب ايه الحاجات اللي تقلل دياستوليك بلاد بريشر اللي هو بيعتمد على البريفرال ريزيستنس زي الانيميا او الهايبوكسيا، بريجنانسي، باز لود دراجز او سيبسيز، تمام، او الليفر سيروز او الهارت بلوك او الفيفر. فدي الاسباب اللي بتعمل بيج بالز فوليوم. انا عندي البريشر بيعتمد على الفلو والريزيستنس، تمام. طب الفلو ده بيعتمد ايه؟ على الكاردياك اوتبوت اللي بتعتمد على الهارت ريت والستروك فوليوم. فبالتالي لو انا البلس فوليوم هيبقى قليل يبقى لازم يكون حصل مشكله في الهارت، يعني يا فوليوم يا الهارت، يعني الهارت فيلير هيعمل سمول بلس بريشر، تمام، او الهايبوفوليميا لو حصل حاجه في الهارت زي مايوكاردال انفاركشن او بريكاردال ديزيز او بريكاردال ايفوجن يعملوا كده، او كميه البلد اللي خارجه من الهارت كميه قليله، يعني عنده ستينوتيك ليجن زي ماتريك ستينوز او اورتيك ستينوز. فبالتالي الشوك هتعمل ويك لكن رابد عشان بي ريفلكس تاكيكاردي. الفورس والتنشن دول يعني حاجات قديمه شويه. انا بشوف الضغطه اللي هتقدر تخليني اقفل البلاد فيزل جامد يعني ما احسش البلس، دي بتتناسب مع السيستوليك بلاد بريشر، يعني بعمل بريشر اكتر من البريشر بتاع السيستول اللي هو اعلى حاجه جوه الفيزل، فبالتالي لو قفلته دي بتقبل الفورس. طب التنشن الاقل ضغطه تخليني احس البلسيشن، دي بتتناسب مع الدياستوليك بلاد بريشر. دي حاجات ان انا بقعد اعمل فاريبل كومبريشن ومن قوه الخبطه والضغطه اللي انا بخبط عليها يديني امبريشن عن الديجري بتاعت البلاد بريشر. كل ما اضغط احاول اضغط اكتر عشان اقفله يبقى العين ده الدياستوليك بلاد بريشر بتاعه عالي، او لو ضغطه بسيطه وحسيتني بالدياستوليك بلاد بريشر بتاعه ايه عالي. دي السبيشال كاركتر اللي انا بعلق عليها في البلس، بلسس الترنانز، يعني الترنانز يعني بتالترنيت خبطه قويه وخبطه نورمال، خبطه قويه وخبطه نورمال، دي بتحصل فين؟ في الهارت فيليا. طب بلسس بسفيرينس، بسفيرينس يعني العيان ده بقى الدوم بتاعه البلس الخبطه اللي بتجيلي بقى لها 2 بلس، عاده بتحصل ممكن في السيفير اورتيك ريجرج او الدبل اورتيك، يعني اورتيك ريجرج مع اورتيك ستينوز. طب بلسس بارادوكسكس دي مسنوميال، يعني المفروض ان انا يحصل اكسجريشن مع الانسبيريشن، لكن دي بتحصل بالعكس، يعني ده نورمال، هي مسنوميا يعني هي مش بارادوكس، دي اكسجريشن لنورمال فينومينا ان الهارت ريت يحصل له فاريشن مع الانسبيريشن. دي بتبقى ازيد في العين اللي عنده تنشن نيومو ثوركس او عنده بالمونري امبوليزم او عنده اي كاردياك تامبونات. البلس ديفيسيت ده ما اتفقنا ده الفرق ما بين الهارت ريت على الهارت لما بعده على الهارت وبعده بريفرال لو اكتر من 10، تمام، يبقى ده في العين اللي عنده اف. ووتر هامر بارس دي في السبيشال كاركتر بتساوي البيج بالز فوليوم، اي عين عنده بيج بالز فوليوم يبقى عنده ووتر هامر بالز، تمام، بنزل ايد العيان وبعدين ارفعها مره واحده تقعد يحصل باوندنج كده في ايدي.
طب البلاتو بالس اللي هي بالسس بارفس اتارتس ده في العين اللي عنده اورتيك ستينوز. طب لو جينا نتكلم على الايكواليتي، ايكواليتي يعني ايه؟ انا بشوف الراديال ارتي على الناحيتين بحسهم، ويفضل اكون حاطط ايديا اليمين وايديا الشمال بحس بالبالس في نفس الوقت عشان احس الفوليوم. لو لقيت ان ايكوال بالس فوليوم على الريدال ارتي او حتى على البريكيال ارتي، يعني ايه؟ يعني البلاد فلو اللي ماشي في الارتر ده غير الارتر ده، يبقى معناها ايه؟ ان في مشكله سواء او سايد ذا وول او ان في الوول او ايه في اليومن. يعني لو في ثرومبس مثلا او ثرومبوز او امبوليزم في الفيز اللي على الناحيه اللي انا بحس فيها، خلاص في الغالب مش هحسه كويس مقارنه بالناحيه الثانيه. طب لو عندي مشكله او سايد وول على كومبريشن من بره، عندي حاجه اسمها ثوراسيك او تيلسندروم، يعني في الاورجن بتاع الفيزلز من فوق في اوبستراكشن عامله كومبريشن على على البلاد فلو فمقللاه، او عنده لانج تيومر في الايبكس بتاع اللانج اسمه بانكوست تيومر. طب لو حاجه في الوول عندي الديسكشن او في الاورطه ويكون واخد الليفت مثلا سبكليفيان، هيعمل مشكله على الليفت او العيال عنده اورتيك ارش ايه كواركتيشن، يبقى حاجه في الوول ان ذا وول او اوتسايد ذا وول او ان ذا اليوم. ينفع على الكونديشن بتاع الفيزل وول؟ اه ده بقى في حاجات كونجينيتال يعني مش هنتكلم عليها قوي، يعني الاثروسكلروز وفي حاجه اسمها موكنجبرج ارتريوسكلروز، دول حاجات في الكونديشن بتاع الفيزل وول. بعد كده بعلق على ايه؟ بعلق على البريفرال بالسيشن. يعني ايه بريفرال بالسيشن؟ بشوف باقي البالسيشن غير الريديال ارتي، بعلق على الريديال ارتي، بريكال ارتي، سبكليفين ارتري، كاروتيد، كل فيزل من ده ليه طريقه في الحس، مش وقتها دلوقتي. ليه اناتوميكال كونسيدريشن بعرف مثلا في بريكال ارتي ده مثلا بحسه فين؟ عندي في البايسبس جروف، او بحسه ميديال ايه للبايسبس تندون. السبكليفين ده انا ممكن احسه سبكليفين ارتي، ممكن احسه فوق الكلافيكل وممكن احسه من تحت الكلافيكل. والكاروتيد زي ما احنا عارفين احسن حاجه في الكاروتيد الصمب او ممكن الاندكس، بس الايه الصمب احسن. الفيمورال ارتري بحسه في الميدن جوينال بوينت ميد واي بين الترونكال سوبيريك انوس بان والسيمفيز بيوبس. البوبليتال ارتري بحسه في البوبليتال الفصه، بحط ايدي الصمب من قدام الاثنين على الباتيلا والثلاثه فينجر من ورا. البوستيريور تيبرا تحسه ورا الميديال مانولس. الدورزال سبيس بحسه لاتر للتندوم بتاع الاكستنسور هارسس لونجس. تمام، دي اللي هي اجنس النافيكولار بون، دي الحاجات اللي بحس فيها الارتريز. دي صورة بتوريني ازاي بحس على الناحية الليفت بحس البوبليتال ارتري، بعد كده الفيمورال ارتري في الميدل جوانال بوينت، والبوستيريور تيبيال بالترتيب من الليفت للرايت. طبعا القياس بتاع بعد كده هنتكلم على البلاد بريشر. القياس بتاع البلاد بريشر صعب جدا، لان تطبيق المعايير بتاعته لازم كلنا نعملها وعادة ما بتتعملش، بس ده لازم اتعلم من الاول ان انا اقيس البلاد بريشر كويس. الاول العيان لازم يقعد سيمي سيتنج، والهاند بتاعته سبورتد على حاجه سبور على سبورت، والسيجمنت مانومتر يبقى لازم في نفس المستوى بتاع الهارت، ولازم عين الاكزامينر تبقى على نفس المستوى بتاع الكولم بتاع الميركوري. يعني ما ينفعش انا ابقى ابص من فوق ابص من تحت، والعين لازم يبقى قاعد هادي على الاقل، مش واكل بقاله نص ساعه، مش عامل اكزرشن بقاله نص ساعه، مش مدخن بقاله 5 دقايق، ما فيش ستريس بقاله نص ساعه، عامل ايفاكويشن للبلادر قبل ما يجي بقال حاجه نص ساعه. دي معايير. لازم الكف اللي انا بلفها على ايد العيان تبقى على الاقل 20% اوسع من ايد العيان، يعني ما اجيبش كف صغيره واحطها على عيان تخين. تمام، الكف ديت لازم، احنا بنعمل كلنا غلطه نحط الكف تغطي الكوبيتال فوسه، لا انا المفروض تكون اقل حاجه 2 ل 3 سنتي فوق الكوبيتال فوسه. بحس الاول البريكيال ارتري وبعدين احط السماعه عليه، والسماعه مش تحت الايه الكف، لازم السماعه تكون سندها بايدي. تمام، ففي معايير كتير في قياس البلاد بريشر لازم تتطبق. انا عندي تو ميثود ان انا بقيس بيهم البلاد بريشر، عندي بالباتوري ميثود واسكالتاتوري ميثود. بالباتوري ميثود يعني ايه؟ يعني بحط الايد الاول على البلس وافضل ارفع لحد ما الساوند يختفي، كده بقى انا جبت السيستول. وبعد كده انا عارف الرقم اللي انا جبته بالسيستول بالبالبيشن او محطه السماعه، وبعدين ارفع فوقها من 20 ل 30 ملم ميركوري، وبعدين انزل عشان اكد ان الرقم اللي انا جبته بالبالبيشن هو نفس اللي انا جبته بالاوسكالتيشن، وافضل انزل لحد اما الساوند يبدا يضعف، ده الدايستول، او يختفي، ده الدايستول. يعني انا ممكن القرايه اقول للعيان ده مثلا انت ضغطك 130 على 80 على 70، 130 ده السيستول، 80 ده اول ما الضغط بدا الدايستول او ما الصوت بدا يضعف، او 70 او ما الصوت بدا يختفي. فالدايستول يا الصوت بيضعف يا الصوت بيختفي. طب الفكره ليه بعمل بالبيشن وبعمل اوسكالتيشن؟ عشان في حاجه اسمها اوسكالتاتوري جاب. ان طبعا الاكسبلينشن بتاع الاوسكالتاتوري جاب للاسف مش معروف، لكن عاده بيحصل في العين هم الهايبرتنسيف قوي او العين عندهم اورتيك استينوزز. تمام، ان انا اجيب السيستول بالاوسكالتيشن اقل من بتاع البالبيشن، ففي حته بيبقى الساوند مش مسموع. الساوند اللي انا بسمعها دي اسمها كورتوكوف ساوند، يعني انا برفع البريشر قوي
انا عندي هما طبعا 4 فيزز، انا برفع البريشر اوي لحد ما اعمل اوكلوجن الاوكلوجن للفيزل كده، يبقى البلاد بريشر على اعلى من الرقم اللي انا جاي اللي هو بتاع السيستول. اول ما الساوند يبدا يظهر كده خلاص السيستول، هبدا انزل. اول ما بدا يضعف يبقى البريشر اللي انا عامله ده اقل من الساوند اللي بيعمل مرمر جوه البلاد بريشر جوه الفيزل، فهم ايه الصوت ايه يبدا يضعف، يبقى انا بدات انزل عن الدايستول، يبقى ده رقم الدايستول. تمام، دي الميثودز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، عندي بالباترو ميثود واسكالتاترو ميثود. انا بقى زي ما اتفقنا اللي غرض ان انا اعمل الاثنين، ما اتعودش ان انا على طول بالاسكالتاترو ميثود ان انا اجيب الاسكالتاتور جاب. تمام، بقى لما اجي اعمل اسكالتيشن بحط السماعه وارفع فوق 20 30 ملم مركي عن الرقم اللي انا جبته ايه في البالبيشن. لو جينا نتكلم عن بعد كده عن الريسبيراتوري ريت، تمام، انا الريسبيراتوري ريت بعده المفروض ان انا عندي اللي انا بتنفس انكونشس، يعني في انفولنتري وانفولنتري كنترول. عاده انا بالانفولنتري كنترول، لو العيان حس ان انا بحاول احس بعدله الريسبيراتوري ريت فالفولنتري كنترول هو اللي اشتغل، يبقى البريزنج بتاعه الريجولار، فانا بحاول اخلي العيان ما يعرفش ان انا بعدله ايه الريسبيراتوري ريت. تمام، فبحط ايدي على البلس اكني بعدل البلس بس انا بعدل الريسبيراتوري ريت. هو نورمالي بتختلف الكتب في الارقام، بس اقصى حاجه لحد ايه 16 بالمينت، ممكن نوصل لحد 18. تمام، في الاطفال طبعا الريت بيبقى عالي. انا عندي حاجات بتعمل تاكيبنيا، يعني الريسبيراتوري ريت عالي، ده بيتقسم لحاجتين، رابد ديب بريزنج، تمام، اللي هو الريت والدبس عاليين، او رابد شالو بريزنج، يعني الريت عالي بس النفس ما بيكملش. دي كل واحده منهم اسباب احنا بنتكلم عليها بعد كده. بعد كده هنتكلم عن الكومبلكشن. كومبلكشن يعني ايه؟ يعني كالرز. انا ممكن عيان يبقى شكله بلو يبقى عنده ساينوزز، او يبقى عنده بلو جراي ده في الهيموكروماتوزز، ممكن يبقى يلو ده في الجوندس والهايبر كاروتينيميا، ممكن يبقى بيل في الانيميا او سمباستيك اوفر درايف او توكسيك. اول حاجه هنتكلم عليها ساينوزز. يعني ايه ساينوز؟ يعني بلو ديسكوريشن اوف سكين اند ميوكوس ممبرين ديو تو اليفيتد ليفل اوف ريدوسد هيموجلوبين اكتر من 5 جرام. يعني ايه؟ يعني الديوكسجينيتد هيموجلوبين ما موجود في السوبرفيشال بلاد عدى الليفل بتاع 5 جرام. طب هو نورمالي كام؟ من 2 1 من 10 2 4 من 10 جرام. طب ايه التايبس بتاعت الساينوز؟ سنترال وبريفرال. دي صورة عشان نقرب لكم شكل الساينوز، ولو تاخدوا بالكم من الهاند دي في الغالب ساينوز وفيها كلابنج عشان شكل الفينجر اكنه درام لايك، بس عن الاول عن طريق الكالر هناخد بالنا ان الكالر ايه بلو. ده تيبل بيوضح الفرق ما بين السنترال والبريفرال ساينوز. لو جينا نتكلم عن البريفرال الاول، الاسباب بتاعته الهارت فيلير والكولد ويزر والبريفرال فاسكولار ديزيز. لكن السنترال يعني الدم خارج من الهارت اصلا مش اوكسجينيتد، يعني عنده كونجنتال ساينوتيك هارت ديزيز او عنده اكستنسيف لانج ديزيز. تمام، ففي الغالب البلب هيخرج من الهارت نفسه مش اوكسجينيتد. تمام، طيب يعني في يعني ده السنترال يعني البلد خارج من هارت مش اوكسجينيتد. طب البريفرال البلد خارج من هارت اوكسجينيتد لكن في ستاجنيشن في البريفرال سيركيوليشن. طيب اهم حاجه ان السنترال ده ان التنج، تمام، هو الايه لازم يبقى فيه ساينوز ده في السنترال. طب البريفرال كله في كل حته ما عدا التنج، يعني بريفرال ساينوز ببص على التنج كويس يبقى عندي عنده بريفرال ساينوز. طب التنج متاخد ده سنتر ساينوز، عاده الهاند في البريفرال ساينوز كولد لكن في السنتر بتبقى ورم لان الهيبوكس بتعمل فازو دايلاتيشن. لو عملت ورمنج للهاند الساينوز اتحسن في البريفرال لكن ملوش علاقه بالسنترال. طب في كلابنج، عاده لو لقيت كلابنج زي الصوره اللي احنا كنا جايبينها بل عنده سنترال ساينوز، اللي ما لقيتش كلابنج عنده بريفرال ساينوز. تمام، طب لو اديت العيان ده اكسجين، الاكسجين هيحسن السنترال ساينوز لكن مش هيحسن ايه البريفرال ساينوز. طب لو جينا نتكلم عن الجوندس، يعني ايه جوندس؟ يعني بدل بلوش هنا يلوش ديسكريشن اوف سكين اوف ميوكوس ممبرين دو تو انكريز الليفل بتاع التوتال بيلروبين عاده اكتر من 2 مللي جرام. السكليرا التشو بتاعها الاستيك تشو عنده هاي افينيتي للبيلروبين، فبالتالي اول حته يبان فيها الايه الجوندس. طب ممكن يبان في حته ثانيه في الفيرورال بتاع الطنج، يعني قول العين افتح بقك ويبان ان في يلو ديسكريشن في الطنج. طب ايه الديفرنشال دياجنوز اصلا بتاع الجوندس؟ حاجه اسمها هايبر كاروتينيميا، لو عم بياخد كاروتين كتير سواء فيتامين ايه او عن طريق فيجيتابل كتير ممكن يحصل في الدايبيس او المكسيديما. طب ده بيبان فين؟ في البالم والسول مش في السكليرا. يعني ينفع يبقى في السكليرا بس لازم البالم والسول كمان يبقوا كويسين، ولازم انا ابص على الجوندس ده في الدي لايت مش نور اصفر في الفحص، يعني لازم في نور الشمس. ودي صوره بتوضح شكل اليولوج ديسكريشن اللي موجود في السكليرا. تمام، بالمناسبه البلاك ريس عاده ساعات السكليرا بتبقى شكلها يلو شويه. تمام، لكن انا فرضا محتار هعمل اكزامينشن الاول في داي لايت
وقيس البيلروبين، لو البيلروبين طلع كويس يبقى عندي عشان ما عنده بلاك ريس. طب هو انا ممكن من الكالر بتاع الجوندس اعرف فرق ده هيموليتيك او هيباتو سيلولار او اوبستراكتيف؟ طبعا هيباتو سيلولار او اوبستراكتيف دول دلوقتي بقى تحت عنوان كوليستاتيك جوندس، انتر هيباتيك واكسترا هيباتيك، بس مش موضوعنا. طب انا من لون الجوندس ممكن اعرف لو هو ليمون يلو ده عدد هيموليتيك جوندس وهلاقي بلور ودارك ستول، لكن اللون النورمال. طب لو هو هيباتو سيلولار هلاقيه اورانج يلو، هلاقي معايا دارك يورين وبيل ستول، وعنده طبعا الساينز بتاعت ايه الليفر سيلف. طب الاوبستراكتيف جوندس بيبقى شكله ايه؟ بيبقى اوليف جرين، وهلاقي دارك يورين وبيل كلي ستول، وهلاقي السكراتشنج مارك بالرأس بتاع ايه الاوبستراكتيف جوندس. طب انا ابص على الجوندس ده فين؟ طبعا في السكرينه، تمام. لكن ممكن اشوف السوفت بلت، ممكن اشوف اللينو بتاع التانجو، ممكن اشوف السكين والديفرنشال دياجنوز اللي هي الهايبر كاروتينيميا. بعدين اخر حاجه في الكومبليكشن هنتكلم على البالور. يعني ايه بالور؟ يعني الكونجنكتيفا واللبس والهاند ممكن يبانوا بيل شويه. طب هل ده لازم يساوي انيميا؟ لا. يعني ايه الفازو كونستريكشن اللي بيحصل مثلا في الهارت فيلير او العيان عنده شوك او عنده سمستك اوفر درايف او الايديما ممكن تخلي شكل العيان بيل. بشوف البالور ده فين؟ في الاورال ميكوزا، في اللبس، في التانج، في الكونجنكتيفا. الكونجنكتيفا في مصر عاده ما بحبش اشوف فيها البالور لان في حاجه اسمها تراكوما، انديميك تراكوما، تمام. طب ال انا اشوفها فين؟ في البلم او في التانج لو هقول عن طلع لسانه، او في اللبس، بس بشوفها في الانر سيرف بتاع اللبس مش في الاوتر، عشان ايه؟ لو في سكيلي ليجن على اللبس. طب البالمر كريس دوت بيبان امتى؟ لما يكون الهيموجلوبين اقل من 6 ل 7. هبص على النيل، ينفع ابص في النيل؟ طبعا ينفع ابص في النيل. يبقى النيل والتانج واللبس ده الحته اللي بشوف فيها برور، ومش كل برور بيساوي انيميا. بعد كده هنتكلم على الانديفيدوال اورجان. ببص الاول حاجه على الهيد والنك. الهيد دي فيس وكرينيوم، كرينيوم اللي هي السكال. ببص على السكال دي فيها على الشيب، عندي سكال ماسز ولا لا، عندي سبيشال ابيرنس اللي كنا بنتكلم عليه. هبص على الاي، على كل حاجه. هبص على الاي بلاو، على الاي لاشز، على الكورنيا، على السكليرا، على الفيزنس لازمة ولا لا. هبص على اللاكريمال جلاند. يعني ببص على كل اورجان واشوف فيه اي ابنورمالتي واسجلها. ده مثلا فيجر توز، يعني دروبنج في الاي ليد. هو بشوف يونيلاترال ولا بايلاترال؟ لو بايلاترال عادة طب مايسينيا جريفز، لو لقيته يونيلاترال بشوف البيوبل بقى نفسه في مايوزيس ده هورنر سندروم، لقيت مايدريس ده سيرد نيرف بولس. لو جينا نتكلم على الاي بافنس، انا لقيت العين عنده اي بافنس عادة النفريتك والنفروتك سندروم، او العين عنده رينال امبيرمنت يبقى عنده اي بافنس. لكن انا عنده هارت فيلير عادة لا، لانه بيبقى عنده بيبقى اورثوبنك. ممكن انا عنده نيوتريشن هايبر البومينيميا، ففي الغالب ممكن في اي بافنس. لكن هي الاي بافنس دي عاده مع نفرتك والنفروتك، لكن ممكن الالرجي والكرونيك كاف والكونفالجن تعمل كده. طيب في حاجه لوكال؟ المكسيديما بتعمل اي بافنس، واي عين عنده كرونيك كاف. بعد كده بعلق على الاي بول. الاي بول دي يعني الجلوب نفسها، ممكن يبقى عندي اكسوبسال مثلا الاي دي خارجه لبره. لو يونيلاتر ده عاده تيومر، بايلاتر ده بنتكلم في سايروسوس وكفلنا سانا سندروم، ممكن تبقى كونجنت. طبعا الاي لسه فيها حاجات تانية. انا بعلق على السكريرا، على الكونجنكتيفا، على الكورنيا، تمام. بعلق على كل حاجه في الاي وكل حاجه فيها ابنورمالتي، بس عشان ما اكترش عليكم كل الايتم دي بتعلق عليها. بعلق على البيوبل، بعلق على اللينس. مثلا لقيت اللينس فيها كاتركت عاده ممكن يكون دايابيتس او هايبر بارا ثايرويديزم، ممكن اعمل فاندس اكزامينشن عشان الانكريز انتركينال تنشن. يعني كل حاجه في الاي بعمل عليها اكومنت. طب بعد كده النوز. النوز اهم حاجه فيها السادل شيب نوز، تيجي مع الباجنر سندروم مع كونجنتال سيفلس. ممكن الاقي ديستشارج رينوليه على سي اس اف رينوليه، ممكن الاقي فيه ريدنس في التيب ده على سيستميك لوبس او مال الريش حوالين الايه النوز. في النيزوليبيال فولد ده ممكن الاقي فيه اوبليتريت النيزوليبيال فولد في الفيشال بولس، او الاقي عليه الريش بتاع السيستميك لوبس. يعني كل اورجان بيبقى فيه بيبقى فيه ابنورمالتي. طب السايز بتاع النوز كبير، يبقى انا ممكن افكر في الاكروميجالي. يبقى اهم حاجه في النوز السايز لو زاد او شادل سيبد نوز. طبعا النوز دي وركنج ايرا نزاي لو في العين عنده ايه ديستريسد، يعني عنده ريسبيراتوري ديستريس. بعد كده ببص على الاورال كافيتي. يعني ببص على الاورال كافيتي، ببص على التيس، وبص على الميوكوس ممبرين من جوه. ممكن يكون عنده ماوس السر. طبعا ليه ده ديفرنشال دياجنوز، واقروا في السلايد بقى تعرفوا الاسباب. لكن عنده ممكن يكون عنده ايه اورال السر، تمام. هتلاقوا في الصور اللي بعدها شكل الابسس السر او البيست السر.
طب ببص على ايه تاني؟ ممكن ابص على اللبس، ابص على برور السينوز، ممكن ابص على الانجلز بتاعه الماوس، انا عنده انجل استوماتايز في الارض ديفيشنس انيميا. ببص على الجم، اهم حاجه في الجم لو لقيت بلو لاين بتاع ده بتاع الليد بويزن، لقيت جم هايبرتروفي عنده في الفينيتون، او عنده نوع من انواع اللوكيميا، ممكن عنده فيتامين سي ديفيشنس، في عنده يجي له بريدنج بالجم، والجنجيفايتس دي علامه على الدايبيتس، تمام؟ فدي الحاجه تبص عليها في الاورال كافيتي، في الجم هايبرتروفي ده كومن مع الفينيتون كدرج مع البريجنسي مع السكيرفي ونوع من اللوكيميا. هتلاقوا صور هسيبها لكم برضو يعبر عن الحاجات اللي في الاورال كافيتي. طب في بيجمنتيشن؟ اه. طب لو بيجمنتيشن في الابدومن، عندي حاجه اسمها بيز جيجر سندروم، ده عاده معاه جي اي تي بوليبس، العيان عنده مالجنت ميلانوما او الادسون او الهيموكروماتوز، تمام؟ دي الاسباب الايه البيجمنتيشن في الماوس. وهتلاقوا برضو صور هحاول اسيبها لكم عشان تبين البيجمنتيشن. ببص على التيس، السيفاليس هو اكتر حاجه بتاثر على التيس، ممكن الاقي كولر اب نورمال كولر عند الهاتشنسون تيس دي، اللي هي بيف التيس من فوق في الاثنين انسيزور، او الانسيزور بتبقى سيبريتد، دي كومن مع ايه؟ مع السيفاليس. عند الكولرز في دراجز زي التيتر ساكن بيعمل نيورال ديسكوريشن في التيس. ابص على التنج ده ممكن اشوف فيه البارر، ممكن اشوف فيه الساينوزس، ممكن الاقيه لارج لو في العين عنده اكروميجالي او ميكسيديما، او الاقيه اتروفايت في العين عنده ايه ال 12 كرينال نيرف بولسي، ممكن الاقي بابيلي، البابيلي دي تبقى ريد جليز تانج او ستروبري تانج، ده شكل الفراوله والهايبرتروفايت ده في السكارلت فيفر، ممكن الاقي ريد جليز في العين عنده، يعني البابيلا اللي هي البيضه اللي عامله الكالر دي راحت، فبقى ريد جليد في الان ديفيشنسي وات في فوليك اسيد ديفيشنسي. دي الحاجات البلت، ممكن ابص على البلت، اه ممكن الاقي بيتيكي او حاجه زي الثرومبوسيتوبينيا كده، يعني بيتيكي ده في الاي تي بي او اميون ثرومبوسيتوبينيا او في اللوكيميا، ممكن ابص الاقي البلت ده كليفت او هاي ارش، البلت ده في المارفين، تمام؟ فالاورال ممكن ابص على التونسل، اه طبعا ممكن ابص على التونسل. فالاورال كافيتي في حاجات كتير، هحاول اسيب لكم السلايد نقلب فيها كده بدون كلام، انا هحاول اتكلمت عليها كلها، وبعد كده ممكن ابص على الباروتيد، تمام؟ بعد كده هنتكلم على النك بقى سيبرت. طب انا النيك بعلق فيها على ايه؟ النيك انا عندي النيك بوزيشن نفسه بعلق عليه، يعني عندي النيك بتاعته مايله على ناحيه ولا لا، مثلا زي التورتوكولز، اللي عندي النيك دي ستيفنس ولا لا، ببص فيها على الليمف نود اكزامينشن، ده لازم ببص على الثيرويد، ببص على الترقيه، ببص على البلسيشن، البلسيشن دي ممكن تكون ارتيريال وفينس، دي اهم حاجه اللي هي النيك فين. بعد كده ببص على الهير، اهم حاجه في الهير الالوبيشيا، يعني في حتت ما فيش فيها هير، عندي سكارنج الوبيشيا ونون سكارنج الوبيشيا، يعني الهير فولكل دايت خالص على حسب البريزنتيشن. الالوبيشيا دي ممكن تبقى الوبيشيا رياتا، يعني اريا بس هي اللي متاخده حتت، او الوبيشيا توتاليز يعني السكالب ما فيش فيها هير خالص، او الوبيشيا يونيفرساليز يعني كل الجسم ما فيش فيه هير، تمام؟ السكارنج الوبيشيا دي عاده في الساركيدوزز، او العين عنده اريسيما لوبويد اريسيما او راديشن او البيرد. اهم حاجه بقى في البلسيشن بتاعت النك، انا عندي بلسيشن عايز اعرف هي ارتيريال ولا فينز، يعني كاروتد ولا جاجولار بلسيشن. لو لقيت البلسيشن دي ميديال وانتيرور ستينوماستويد دي ارتيريال، لو لقيتها لاترال وبوستيرور دي فينس، لو لقيتها بلسيتال يعني خبطه، يعني خبطه فوق وخبطه زي البلس كده دي ارتيريال، لكن لو ويفي يبقى دي فينس. طب لو انا شايفها احسن ما احسها، تمام، ده دي ارتيريال، لو انا شايفها احسن ما احسها لا دي فينوس، لو انا حاسسها احسن ما اشوفها دي ارتيريال. لو الافكت في حاجه اسمها في فالزلفا مانوفر او فيها الفينوس بريشر عاده هيتغير بمانوفر انا هعملها، ابسط حاجه في المانوفر فالزلفا، يعني انا خد نفسك واحبسه، لو اتغير لا يبقى دي فينوس بلسيشن، دي مع الفالزلفا. طب الريسبيريشن ما بيأثرش على الارتيريال، البوزيشن ما بيأثرش على الارتيريال، لكن لو نمت العيان مثلا 45 درجه، اقل من 45 درجه عندي يبقى باين ان هو كونجستد. طب في حاجه اسمها هباتو جاجرال ريفلكس، ده ضغطت على الليفر وبص على البلسيشن اللي في النك دي، لو اتغيرت تمام ده فينس، طب لو ما اتغيرش دي ارتريال. ده اهم جدول تفريق ما بين الارتريال والفينس ايه بلسيشن في النك.
طب هو انا ببص على الانترنال جاجولار فين ولا الاكسترنال جاجولار فين؟ لا ببص على الانترنال جاجولار فين، لان الانترنال جاجولار فين ده كونتينوتي مع سوبيرو فينا كيفا، الاكسترنال جاجولار ده عامل انجيوليشن معاه. طب الانترنال جاجولار ده ديب تمام، لكن الاكسترنال جاجولار ده سوبرفيشال. طيب الانترنال جاجولار عاده ويفي واكيوريت عن الاكسترنال جاجولار، فانا فلان البلسيشن اللي بحس بتكلم عليها دي الانترنال جاجولار مثل الاكسترنال جاجولار. طيب انا هعلق على النيك فين دي على ايه؟ على ويف وبريشر والريليشن تو ريسبيريشن. طيب انا بحط العيان سيمي سيتنج في زاويه 45 درجه. ليه 45 درجه دي؟ عشان اللور ليفل بتاع البلسيشن او اللور ليفل بتاع البلاد فوليوم جوه الكولم بتاع النيك فين يبقى عند ليفل بتاع ايه؟ الاسترنال انجل، او لو الليفل زيرو هيساوي عند ليفل بتاع الكلافيكين. هحط هشوف الابر ليفل بتاع البلسيشن في زاويه 45 درجه، واحط مسطره على الانجل اوف لويس، واحط قلم يجيب من الابر ليفل بتاع البلسيشن ويقطع المسطره. كده بقى انا قست الفينس بريشر تمام. فده عجبت الابر ليفل بتاع البلسيشن. النورمال الجي بي بي من 0 لحد 3. طب ده الجاجولار فينس بريشر. طب انا لو عايز اقيس السنترال فينس بريشر بزود 5 سم على الجاجولار فينس بريشر تمام. يبقى ده من ناحيه البريشر. بعلق على ايه تاني؟ على الريشر ريسبيريشن، ان النيك فين بيحصل لها كونجيشن مع الريسبيريشن. ده في حالات العيان انكريز انتر ريسبيرسك بريشر، يعني عيان السي او بي دي، او العيان عنده لو العيان ازماتيك تمام، او العيان عنده هرمون امبوليزم، او العيان عنده كارديك تامبونيت. طيب اسمها كوزمون ساين. طيب بعلق على ايه تاني؟ بعلق على الويف. الويفز بتاعت النيك فين اي اكس في واي، كل واحده ليها تفاصيل كتير بس مش هنتكلم عليها بالتفصيل. لو جينا نتكلم عن الكوز بتاع كونجستد نيك فين، لو نمبر سيتنج ده سوبيرو فينيكيفا اوبستراكشن سواء ثرومبوز او كومبريشن من بره، كومبريشن بالليمف نود بانوريزما او تيومر. طب لقيتها لو بارسيس كونجستد نيك فين، عاده ده العيان عنده تركات بالفالف ستريت سواء تركات بالسنوز او تركات بالدرجيرج، او العيان عنده رايت سايد هارت فيلير، او العيان عنده بريكارديال ديزيز، او انكريز انتر ثوراسيك بريشر، او انكريز انتر ابدومينال بريشر، يعني الاسايتس والبريجنانسي يخلوا النيك فين اكنها كونجستد، او العيان اللي ما بيجيبش يورين كويس ففي فوليوم فالعيان هيبقى عنده كونجستد بارسيتنج. طب البارسيشن ده ممكن يتحرك يفضل يكبر لحد ما يحرك اللوبيولو في زي. لو جينا نعلق بعد كده على الليمف نود اكزامينشن في النك تمام، انا بعلق على سايز وعلى كونسيستنسي. لو فرضا لقيتها سوفت ده نورمال، طب لقيتها رابري ده حاجه سيجنيفيكانت للميلوما للليمفوما. طيب لو لقيتها هارد لا ده حاجه سيجنيفيكانت للكارسينوما ميتاستاسيس يعني. يبقى انا بعلق على سايز وعلى كونسيستنسي وعلى شيب، هي راوندد ولا اوفال الاول. بعد كده تندرنس، لو هي تندر ده اكيوت ايه انفلاميشن سواء انفكتيف او نون انفكتيف. طب بدور على الفيكسيشن، يعني فيكسد اللي حواليها ولا لا. عاده الفيكسد تبقى اكتر مع التي بي ومع المالينجنسي. بشوف الاوفرلاينج سكين، لو اوفرلاينج سكين ريد وهوت وتندر ده معلم على الانفلاميشن او فيها مالينجنسي. طبعا انا الليمف نود اللي احنا بنتكلم عليها كنا بنتكلم على النيك اكزامينشن الليمف نود، لكن انا عندي جروبس في الليمف نود موجوده في البودي كله. لو بتكلم على الليمف نود اللي موجوده في النيك، عندي حاجه اسمها والداير رينج او الهوريزونتال رينج ولونجيتودنال رينج. طيب الهوريزونتال رينج دي اسمها والداير، بتتكون من سب مانديبولار بري اوليكولار بوست اوليكولار واوكسيبيتال. طب اللونجيتودينال دول السيرفايكال ابر سوبرفيشال وديب ابر ولور، يعني ابر عند ابر سوبرفيشال ولور سوبرفيشال، عند ديب ابر ديب سيرفايكال ولور ديب سيرفايكال، دول اسمهم سيرفايكال ليمف نود. لكن عندي بعد كده ايه؟ عندي حاجه اسمها سكالين ليمف نود، دي بتكبر اكتر، هي بركا واللي هي الليفت سكالين على الليفت سايد، دي بتكبر مع الجويتي مالجنس عاده استومك. عندي اكزيلاري تمام، عندي انجوينال، ده الجروبس بتاعت الليمف نود. لو كل جروب لوكالايزد كبرت لوحدها يبقى انا الدرينج اريا بتاعت الليمف نود دي هي اللي فيها انفلاميشن او مالجنسي. طب لو في جرنايز ليمفا دروبسي دي ليها كوزز، الجرنايز ليمفا دروبسي ده انفكتيف كوز ومالجنسي وماتولوجيكال كوز وانفلتريتيف ديزيز تمام. ففي حاجات بتعمل لوكالايزد، ده لوكال كوز للاريا اللي درينج بالليمف نود دي. لكن لو جرنايزد بعرف منه جرنايزد، اهم واحده ال 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 في الليمف نود تمام، اللي هي بتبقى لو لقيتها كلهم جنرالز اللي هي تركر الليمف نود تمام. دي ليها طريقه في الحس، عاده بتكبر في المالجنسي في الليمفوما والايه والساركيدوز. دي الكوز بتاع جنرالز الليمف نود بس اللي احنا كنا بنتكلم عليها. عندي انفكشوس كوز فايرال وبكتيريال
وبروتوزول، عندي انفلتريتيف ديزيز زي السايكروتوز، عندي دراج زي البنتوين ده بيعمل لينفوما لايك، عندي اللوكيميا والليمفوما زي ما اتفقنا، يبقى عندي انفكشن، هيماتولوجيكال ديزيز، انفلتريتيف ديزيز، كونكتيف تيشو ديزيز، ودراجز. طب اللوكالايزد لينف درامز زي ما اتفقنا، ده الدرينج اريا بتاعت اللي دريند بالليمف نود دي، يبقى فيها اكوت فيها انفلاميشن سواء انفكتيف او نون انفكتيف، او في لوكال مالجنسي في الحته دي. ساعات السيرفايكال لينف درامز الجروب ده يكبر لوحده وما يكونش حاسس اي حاجه تانية كايدلي ساين للايه، للهوجكن لينفوم، فتعتبر لوكالايزد في الاول وبعدين هتبقى جنرالايزد. كده كده خلصنا الهيد والنك. بعد كده بنتكلم على الابر لمب. الابر لمب بقى مليان، الهاند فيها مشاكل كتير يعني، طبعا هي حاجات مش تفاصيل قوي، بس فرضا الهاند دي شكلها سكوير، ده بتبقى في الكريتينيزم اللي هو الكونجنتال هايبوثايرويديزم. طب الكلو هاند يعني في بريفرال فاسكولار ديزيز او في بريفرال نيوروباثي، ده في الانر نيرف بولسي. سبيد لايك دي قلنا في الاكروميجالي. اركينوداكتل يعني صباع رفيعه وطويله، ده في المارفان سندروم. بوليداكتل يعني صباع زياده، في ده في لورنس ومون بيدر سندروم. دوبترين كونتراكشن يعني في فليكشن في الفورس والفيفث فينجرز، تمام، ده عدم بيجي مع الكحول. في ريست دروب، ده اللي عنده ريد نيرف بولسي. في روماتويد هاند بقى هناخدها في الروماتولوجي كديفورمتي، تمام. ده كده لو اتكلمنا من ناحيه الشيب بتاعت الهاند. البالم طبعا ببص عليه، فيها على البالور، فيها اكسسيف سويتنج ده على الدورزن بتاع الهاند ده مع السيروتوكسيكوز، عليها وور مع السيروتوكسيكوز، ممكن عليها كولد في البريفرال فاسكولار ديزيز او في الهارت فيلير. وببص طبعا على البالس. ده بالنسبه للتريمورز، عندي طبعا التريمورز انواع كتير، عندي فلامنج تريمورز او فاين تريمورز. فاين تريمورز دي عاده مع السيروتوكسيكوز او ممكن تكون فاميليال. طب الكورس تريمور هي فلامنج تريمورز بتاع الاورجان فيلير. النوديول عندي اسره النوديول اللي انا ممكن الاقيها مع الانفكتيف اندوكاردايتس، تمام، وفي صوره هتوضح شكل الاسره النوديول. عندي جون وي ريسيما دي برده مع الانفكتيف اندوكاردايتس. عندي الهيبرد النوديول ده في الديستال انترفارينجال جوينت ده مع الاوستيوارثروزز. عندي سبكوتينس نوديول بتاع الروماتويد. عندي جاوتي تو فاي، تمام. طيب النيل، ببص على النيل طبعا، ممكن ابص فيه على البرر، ببص فيه على الساينوزس، ببص على الكلابنج، ممكن اشوف سورايسيس بالنيل، ببص على الكابيلري بارتيشن في الاورتيك ريجيرج. الكويلينيكيا دي اللي هي السبونينج او فلات نيل، ده بتاع الاين ديفيشنس انيميا. الليكونيكيا او الوايت نيل، ده بتاع الهايبو البومينيميا. تروفيك تشينجز ده لو العيان عنده في مشكله على مستوى الانرفيشن او البلاد سبلاي، تمام. فالنيلز فيها حاجات كتير، اهم حاجه في النيل هو الكلابنج، تمام. هنتكلم عن الكلابنج في التفاصيل، بس هو يعني ايه كلابنج؟ يعني انكريز السوفت تيشو في الديستال فينجر وفي التوز. عندي بقى حاجات على مستوى الهارت، حاجات على مستوى الشيست، على جاسترونتستاينال، على او فاميليال. حاجات الكارديو باسكولار ده الكونجنتال سينودو كارد ديز والانفكتيف اندوكاردايتس. على مستوى اللنج اهم حاجه التي بي والسابريتيف لنج سندروم واللنج كارسينوما. على الجاسترونتستاينال اللي هم الانفلاماتوري باول ديزيز او السيلياك ديزيز، وطبعا السيروتوكسيكوز. الصور بقى بعد كده هتوضح الكلابنج، هنتكلم على الكلابنج بالتفاصيل، تمام. انا ممكن الاقي النيل ده شكله ريد في سي او بويزنج او بوليسايسيميا، ممكن في الاقي لي يلو، ده في حاجه اسمها نيل باتيلا سندروم او يلو نيل سندروم. ممكن الاقي سبلنتر هيمج ده في انفكتيف اندوكاردايتس. ممكن الاقي اونيكولايسيس ده في السورايسيس يعني ريسيشن للنيل بيد، تمام. ممكن الاقي في بري انجوال الريسيما ده عاده في الميكس كونكتيف تيشو ديزيز، تمام. في صور بقى توضح شكل النيل في السورايسيس وكده. هنتكلم على الكلابنج بالتفصيل، بس هنتكلم على اللي هو الليمب بسرعه. اللي هو الليمب ببص فيه على اهم حاجه طبعا الدي بي تي، مفيش خلاف، او الساينز بتاعت بريفا فاسكولار ديزيز. اهم حاجه بالنسبه لنا اللي هو الليمب ايديما، انا بعلق على اللي هو الليمب ايديما على سايت واكستنت اوفر لاينج سكن الكالر تشينجز، واشوفها بيتنج ولا نون بيتنج، يونيلاترال ولا بايلاترال. نون بيتنج ايديما ده مع الليمف ايديما او الميكس ايديما، لكن بيتنج ايديما دي مع الهايبو البومينيميا او الهارت فيلير او الليفر سيل فيلير. يبقى لو جينا نتكلم على اللي هو الليمب ايديما، انا بشوفها يونيلاترال ولا بايلاترال، بيتنج ولا ان بيتنج، الاكسنت بتاعها واصل لحد فين، بشوف معاها كالر تشينجز، بشوف الاوفر لاينج سكن، بشوف فيها بين ولا مفيش بين. لو عندي يونيلاترال اللي هو الليمب ايديما ده دي في تي وسيلولايتس وتروما،
طب بايلاترال عندي انكريز هيدروستاتيك بريشر او نقص الاوكوتيك بريشر او انكريز البرميابيليتي بقى اسباب يعني هارت فيلير ونفروتيك سنوم والليفر سيل فيلير والعيان الديبندنت والعيان اللي بياخد نون استرويدال والعيان اللي بياخد كورتيكوسترويد دي اسباب جنرايزد. اهم حاجه في النون بيكنج ديما ان اللي بيعملها الليمف ديما يعني الليمفاتيك اوبستراكشن او الميكس ديما. دي صورة بتوضح يعني ايه بيتنج اديما. بيتنج يعني انا لما هضغط الاول بضغط على الدورزم بتاع الفوت وبعدين عند الميديال مالوس وبعدين على الشين بتاع التيبيا. لما احط صباعي ويغرز دي اسمها بيتنج اديما. لو كان حاجة اندنتيشن بسيط خالص دي ممكن تكون نون بيتنج. اللونج ستاندنج بيتنج اديما بتحول لنون بيتنج غير الليمفيديما والميكس اديما. تمام بشوف ببص طبعا غير بقى اللور ليمب اديما اهم حاجه الساينز التروفيك تشينجز يعني بريت الهير يعني لوس اوف هير وبريت النيل ولا السر او كولد سكين دي علامات بتاعه البريفرال باسكور ديز يعني في سكيميا. تمام ببص على الساينز بتاعه الدي في تي من ضمن الحاجات ممكن يكون في لور ليمب اديما يونلاتر بس معاها كارل تشينجز سواء ريد او ساينوز. لما هتاخدوا جراحه هتعرفوا ان في كومبليكيشن اللي هي سيريولا البا دولنس وسيريولا في الاجمازيا البا دولنس وفي الاجمازيا سيرورا دولنس. ده شكل الدي في تي الاكستنسيف. لو اكستنسيف قوي هيبقى معاه ساينوز او لو بقت اكستنسيف اكتر هيبقى معاه بيل يعني مفيش بلاد سبلاي واصل. تمام فدي صوره بتوضح شكل الايه. اهم حاجه بقى اللي احنا حاطينه بالتفاصيل شويه اللي هو الكلابنج بتاع الفينجرز. يعني ايه كلابنج؟ يعني بروليفريشن للكونكتيف تيشو في النيل بتاع النيل نتيجه ايه؟ كورنيك اريتيشن سواء توكسيميا او هايبوكس. طب هو عاده بايلاترال وسيمتريكال. طب ايه الانواع بتاعته؟ عندي توكسيك كلابنج. توكسيك كلابنج ده بيل كلابنج او اساينوتيك. هايبوكس كلابنج ده ساينوتيك كلابنج. زي ما اتفقنا انا هقسم بقى الكلابنج توكسيك وهايبوكسيك اكوردنج للايتيولوجي. يعني عندي توكسيك كوزز توكسيك كارديو باسكولار كوز يعني كارديو باسكولار كوز للتوكسيك كلابنج الانفكتيف اندوكاردايتس. طب لو هايبوكسيك كونجنتال ساينوتيك هارت ديزيز اللي هو فالتيرولوجي او فالتيرولوجي. طب في الشيست ديزيز العين اللي عنده توكسيك كلابنج في الشيست يبقى عنده تي بي او برونكوجينيك كارسينوما او بلورال ميزوثيليوما. طب هايبوكسيك العين السي او بي دي او الانترستيشال لانج ديزيز. طب جي اي تي كوزز توكسيك الارسب كولايتس والاي فاميليا بلوبوز والبلهارزيز. طب لو العين هايبوكسيك جي اي تي البراميربيريال سيروز والايه والليفر سيروز. طب ايه هي الجريدز بتاعت الكلابنج؟ اول حاجه انا عندي لما نبص على النيل كده النيل بيد اللي هو اخر حته في النيل هلاقي فيه حته مش واصله مع النيل مع السكن اللي هو اللي ورا النيل ده اسمها ويندو. تمام يعني في حته فرق. لما احط اتنين نيل قدام بعض وابص ما بينهم هلاقي فيه فتحه يعني الاتنين نيل مش لازقين في بعض. اول جريد دي الاوبليتريشن اوف انجل اوف نيل اللي احنا الحته اللي بنتكلم عليها دي. لو ما حطيت اتنين نيل قدام بعض بتاع ايد دي والايد دي ولقيت ان الاوبليتريشن للحته دي مش باينه مفيش نور معدي منهم لا يبقى ده جريد 1. بعد كده قفلت الويندو دي الجريد هتبان في صوره بعد كده عشان برضه تفهموه. اول حاجه بقى تاني جريد اللي هي البارود بيك. بارود بيك يعني النيل نفسه بقى كونفكس اكتر وفي بوليفريشن للتشو اللي تحت الانجل. بعد كده لو الديستال فالنكس نفسه بقى كبير شويه بقى اسمها درام ستيك اللي هي جريد 3. بعد كده بقى درام ستيك وبعدين برامل دوستروفي ده جريد 4. عشان اديتكت غير الويندو تيست ده في حاجه اسمها فلكتويشن تيست. انا بجيب بعمل جينيتال بريشر على الاثنين سايد بتوع النيل وانا ماسك الفينجر بتاع البيشن ما بينهم بعمل فلكتويشن يعني بتك من هنا وبتك من هنا اكن في حاجه هتتحرك ما بين صبعين الاثنين ده اسمه فلكتويشن تيست. ده نورمال في ديجري من الفلكتويشن. لو الفلكتويشن ده تيست ده ايه اللي ساين ان العيان ده عنده بدأ الديجري بتاعت الكلابنج تحصل. الويندوز اللي احنا كنا بنتكلم عليه هحط الدورزر سيرفيس بتاع اتنين فينجر نيل قدام بعض المفروض ان انا اشوف ويندو ما بينهم. لو ابسنت ويندو ده يبقى دي جريد 1 الويندو ده لوست زي الصوره اللي ما بينا تحت. بعد كده السوفت تيشو نفسه ما كبرش لكن الكونفكس بتاعت النيل زادت من غير ما يبقى السوفت ده اسمها بارود بيك لازم منقار البغبغان. طيب بعد كده لو سوفت تيشو بقى كبر تحت الـ في الفينجر نفسه دي اسمها ايه دراماستيك. طب البرمنري اوستيو ديستور برمنري اوستيو ارثروباسي ده بقى معاه العين اللونج بون نفسه فيها تندرنس اللي هي الريديس يعني عنده دي بتاعه الكرابن وعنده بيري اوستيايتس نتيجه الهايبرتروفي وصل مثلا لحد الريديس يبقى انا عنده تندرنس في اللونج بون وعنده الجريد 3 بتاعه الكرابن. تمام بقى دول اسمهم جريد 4. تمام كده يبقى احنا خلصنا الكلابنج وخلصنا الجنرال اكزامينشن. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عن الجنرال اكزامينشن.